وجبة إفطار صائم مقدمة من مطعم البيت الدمشقي بمناسبة ليلة القدر، إفطور 27 من رمضان. يعني إن شاء الله أهلا وسهلا بالجميع، بتنورونا. طبعا الوجبة حتكون سفري بين قوسين، مو بالمطعم عندي، يعني إن كان لشخص رح نعطي لشخص، إن كان لعيلة رح نعطي لعيلة، وأهلا وسهلا بتنورونا جميع يا غوالي. بس بين قوسين مثل ما قلت لكم سفري وليس في المطعم، يعني بتجي إن كنت عيلة بنعطيك لعيلة، إن كنت شخص بنعطيك لشخص، وهي حتكون لناس معينة، للشباب العزابية، للأيتام، للأرامل، للمتضررين من الزلزال، وأهلا وسهلا بالجميع. حابين نكسبكم بهالليلة العظيمة، بهالليلة الفضيلة اللي هي ما حتكون يوم الاثنين، يعني بكرة، حتكون بعد بكرة يوم الثلاثة من الساعة 5 للساعة 6:30. يعني التوزيع رح يتم من 5 للستة ونص. انت ما اجيتوا اهلا وسهلا بهالفترة، بتنورونا. ومثل ما قلت لك كيسك رح يكون جاهز ان شاء الله، بيجي بياخد الكيس بيفطر بالجامع بيفطر بالبيت. اهلا وسهلا بالجميع، ولا تنسونا من دعائكم بهالليلة الكريمة بهالليلة الفضيلة، والسلام عليكم.